قبل المقطع يا حبايب، صار لنا فترة كلش طويلة ترى مو موصلين المقطع 30 اف لايك، فاتمنى يا حبايب تفجروا هذا المقطع باللايكات ويلا نبدأ بالحلقة. الخبر اول اللي عدنا عن نور مارو كشف حقيقات الخطوبة مالته. فنور مارو يا حبايب صار له اسبوع كامل دي حمسنا على موضوع الخطوبة، ويقول انه هو خطب الحمد لله، ولكن يا حبايب اليوم نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري كان داعي من خلاله على المقطع اللي راح ينزله اليوم عن موضوع الخطوبة، واللي راح يكون عبارة عن كاشف الكذب شكله راح يسألون سؤال عن الخطوبة. طبعا المقطع راح ينزل لكم اليوم الساعة بالاربعة، فكتبوا احباب الكومنتات جاي متحمسين لهذا المقطع. انتقل حاليا نور ستار وتنزيلها لاغنيتها الجديده، فنزلت نور ستار على سبب بالانستغرام هذا اللي ستوري، وبهذا اللي ستوري كانت كاتبه بي بخط نوعا ما صغير كاتبه بي لي فوق انه مشروع سري قريبا، من الواضح راح تكون اغنيه كلش ناريه راح تجهز لنا اياها، فكتبوا احباب الكومنتات جاي متحمسين لهذه الاغنيه. وننتقل حاليا لقمر مارو وصول حسابها بالانستغرام للمليون 800 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك، ما باقي شيء على مليونين ان شاء الله باسرع وقت. وطبعا لا تنسون يا حبايبي تفجرون الكومنتات بالمباركات لقمر مارو بهذا الانجاز. وننتقل حاليا محمد وتنزيل البرومو الفيديو كليب مالته الجديد. طبعا هذا الفيديو كليب راح ينزل لكم اليوم يا حبايب على الساعة الأربعة، راح احط لكم البرومو شوفوه. بالكومنتات تنتج جامد حمسين لهذا الفيديو كليب. وننتقل حاليا لقمر مارو والمقابله اللي سوتها، طبعا مو مقابله اللي سوتها ويا سامر جرمني، فبنفس اليوم اللي هو امبارح يا حبايب نزلت مقابلتين لقمر مار، واحده على برنامج برنامج المشاهير على قناه السومريه. صراحه مقابله كانت كلش ناريه، راح احط لكم اياها بالوصف شوفوها. من الاسئله اللي سالوها اول شيء يا حبايب سالوها ان شنو علاقتك ويا نور مار، ومن تحبين اكثر نور مار ولا مرتضى اركان؟ راح احط لكم اللقطه مالتها شوفوها. اريد اسال سؤال، ما مدى العلاقه بينك وبين نور مار؟ اوكي، اول ما تعرفنا طبعا كانت علاقه شغل، كان نشتغل سوا. حاليا علاقه تقريبا مثل الاهل يعني يعني اهله وامي اصدقاء وهيك، ونطلع ونطب سوا برا الشغل يعني صارت علاقتنا. فاي يعني علاقه يعني اهل عائل. انا ما اريد اخوض بكثير من المحاور، لكن اكو اتهامات تعرفيها. اي انا حاب انه انهي هذا الموضوع من خلال البرنامج. تمام. كثير من الناس يتهمون انه اكو علاقه او لا 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 ماكو لا لا لا. شيء. اي اساسا اي شخص اصور وياه، اي بنيه اصور ويا ولد عندنا بالعلاقه سووا يعني طلع عليه مشاعر يعني ماكو هيك لا لا, لا لا تمام. هو من خلال البرنامج انه نريد ننهي هذا الموضوع على مود بعد لا ياخذ صدى اكبر. صعب مو؟ شنو معناها هاي الصوره؟ ليش شنو معناها؟ اليوم لو خيرتك بين تيم الخياله وتيم نور مار، شو راح اختار يعني؟ تيم نور مار. اوف اي طبعا مع كل احترامي لتيم الخيال والمرتضى اركان، يعني هم كلش حبابين كلش احبهم، بس انا بدايتي ويا فريق نور مار وصار لي اعرفهم سنتين، وعلاقتي بهم مو شغل، اهل قلت لك. بس بالتالي اليوم طبيعي انه شخص يطلع من تيم يروح التيم ثاني. لا انا ما طلعت من تيم حتى افوت التيم ثاني، يعني قلت لك عندي ما قلت لك انا بس عندي ظروف يعني اعرف ما اريد تاخذ بهذا الموضوع مال المشاكل وكذا. انا عندي ظروف، لا طلعت من التيم فما طلعت يعني حتى اروح لغير تيم، لا طلعت حتى اكمل وحدي. لو صارت فرصه ترجعين للتيم؟ ما اتوقع يعني نورمال اقصد. نورمال اساسا بعدنا لحد هسه اصدقاء ويعني نعم. علاقتنا موجوده، بس انه كتيم ما اتوقع لانه انا وحدي اريح لي يعني انه ماكو التزام. اذا علاقه وكذا وهي ليش ما بين يعني عفوا ليش بينكم انفولو؟ انفولو؟ لا ماكو انفولو يعني. سوين فولو لبعض؟ ماكو. لا 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 تقدر؟ اي تمام. وبس بشي ثاني يا حبايب، فسالوها هل تشوفين نفسك انه انت الاولى على المشاهير العراق؟ فقمر مار قالت يب هي الاولى على مشاهير العراق، فهل تشوفون يا حبايب فعليا هي الاولى على مشاهير العراق او لا؟ اكتبوا لنا بالكومنتات وشوفوا اللقطه. قمر الطائي لا تختلط مع مشاهير السوشيال ميديا العراقيين وتعتبر نفسها الاولى على مشاهير العراق. صح ام خطا بالبدايه؟ صح وخطا. وانت الشغلتين قلت لي هسه مبدئيا كشغله الاختلاط لا عادي يعني، بس انه مثلا هسه انا جيتي سريعه فما لحق انه اشوف كل مشاهير العراق هوايه لان عندنا. نعم. وبالعكس انا عندي هواي اصدقاء يعني من مشاهير العراقيين. سؤالي واضح قمر. تمام، عندي هواي من اصدقاء من مشاهير العراقيين فعادي لا اختلط. من اللي عندك؟ مثلا مرتضى اركان، عباس الشيباني، بسمة بغداد، علوش الامير، منو بعد؟
يعني عندي لا تبي اساسا لا اكو اكثر بس ما اتذكرهم يعني لا انا سؤالي واضح انه تعتبر نفسها الاولى كالاولى ايه اها الاكثر تفاعل شلون انا الاولى بالعراق مو كمتابعين انا كشعبيه وكتفاعل وكمحبه العالم اها انا متابعيني يعني يحبوني واحبهم يعني انه مو بس هيك مجرد متابعه فكالاولى بالعراق ايه انت الاولى كتفاعل شعبيه والله إيه؟ تستاهلي تسلم وبس والله حبايبي وصلت المقطع من المقطع جوكم لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس جوكم فيزياء مقطع من مقطع الخصاص مع السلامه قبل المقطع يا حبايب صار لنا فتره كلش طويله ترى مو موصلين المقطع 30 اف لايك فاتمنى يا حبايب تفجرون هذا المقطع باللايكات